الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر له ما فيه الله من السلام خلق وفقه للنصر وهم أتي البدر وأهل خير من أهل الحمد لله الذي في الوسائل اللهم إنك الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم عامله بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم تقبل جهده وجهاده في سبيلك يا رب العالمين. اللهم تقبل جهده وجهاده في سبيلك يا رب العالمين. اللهم تقبل جهده وجهاده في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أنر قلبه بنور الحسنات يا رب العالمين. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وتغمده برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعه مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم ألق الصبر والسلوان في قلوب أهله وأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم اخلف أمتنا خيرا بعلماء عاملين مصلحين مخلصين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وعافنا من موجبات الندامة يوم القيامة، واختم لنا بالإيمان يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.